عام وانتم بألف خير يا رب. رجعنا لكم بحلقة جديدة من مسابقات رمضانية. اليوم كالعادة رح نلف في شوارع قرى وبني زيد ورح نسأل ناس أسئلة دينية، ورح اللي بيجاوب عليها بطريقة صحيحة بيربح جائزة مقدمة من صفحة قرى وبني زيد برعاية محل شنار مول. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك يا اختي. الله يعافيك. انا نسألك سؤال، إذا جاوبت عليه بطريقة صحيحة تربح جائزة مقدمة من صفحة قراوة بني زيد برعاية محل شنار مول. السؤال بيحكي ما هي عدد السجدات في القرآن الكريم؟ ما عندك فكرة؟ بجوز 8. يلا يا سعود هاي لك يا اخوي سعود، انت ديني. كم عدد السجدات في القرآن الكريم؟ 99 معقول. لو سألتيني في كل سورة لحال ممكن أجاوبك لأني مش مركز شوية. بعتذر منك. طيب رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. الله يكرمك. أول إشي كل عام وانتم بخير وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة. عدد السجدات الموجودات في القرآن الكريم، اللهم صل على محمد، 15 سجدة. صحيح. 15. إجابة صحيحة. طيب ربحت جائزة مقدمة من صفحة قراوة بني زيد. جائزة مقدمة من صفحة قراوة بني زيد برعاية شنار مول. كوبون شرائي بقيمة 50 شيكل. وشنار إن شاء الله دائما للمول، وإن شاء الله لقدام إن شاء الله أحسن وأحسن. يعطيك العافية. يعني الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. أنا أسألك سؤال، إذا جاوبت عليه بطريقة صحيحة تربح جائزة مقدمة من صفحة قراوة بني زيد برعاية محل شنار مول. طيب يلا تعال غسس. السؤال بيحكي ما هي السورة التي تعدل قراءتها نصف القرآن الكريم؟ بقرة. لا، سورة قصيرة. سورة قصيرة. لا مش آية، سورة. سورة البقرة. لا سورة قصيرة. الكهف. ما عندك فكرة؟ سورة البقرة. قل الله أحد. لا. كوثر. البقرة. سورة البقرة. حلو السؤال. لا. لا سورة قصيرة. الرحمن. لا برضه. الزلزلة. صحيح، إجابة صحيحة. ربحتي جائزة مقدمة من صفحة قراوة بني زيد برعاية شنار مول، كوبون شرائي بقيمة 50 شيكل من شنار مول. مبروكة، تهني فيها رب.